مبادرات عفوية دون تكليف أو إيعاز من أحد، هذا ما قام به الشباب الواعي. مجموعات طلابية وشبابية رأت أن مدنهم لا بد أن تليق بهم وبسكانها، وإن كان تظاهر الناس من أجل الحقوق سيسبب بعض الفوضى، وهذا أمر لا بد منه في ظل الأحوال التي يعيشها العراق، فهناك من يلملمها. احنا حملات طلابية ضلعنا حتى ننظف ونشوف احنا للناس، احنا مظاهرات سلمية ومن اجل الوطن، من اجل احنا طلاب، احنا نريد حقوقنا، ماكو لا تعيينات لا حقوق. احنا كطلاب يعني حتى يعني لا كهرباء، هاي البنكات عاطلة، ماكو لا تعيين لا شيء، احنا من اجل حقنا يعني طالعين، واحنا مظاهراتنا يعني بكل هاي الناس احنا سلمية ما نريد غير حقنا، وهذا كل حق طالب. اليوم احنا نظفنا الحديقة وهذه رسالة إلى ساحة التحرير من أرض بابل، من أرض بابل وطلاب بابل كافة. أخواني أخواتي، اليوم احنا إيد وحدة لأجل الشعب. المتطوعون أكدوا أنهم مع المتظاهرين السلميين الساعين للإصلاح والمطالبين بالحقوق والخدمات للجميع. احنا نظفنا، احنا ويانا ثانوية الهم الولد جو مننا هم نظفه ويانا، احنا نظفنا. لان من راح ينظفه؟ راح تجي الحكومة تنظف لنا يا ما حد ينظفه. احنا راح قررت البنية اليوم تطلع وتتظاهر، يا البنية يقولون مكانها بس بالبيت. قررت اليوم البنية تريد حقوقها، ما عندها حقوق البنية، حارين بس تغسل المواعين وتكنس البنية. اليوم احنا طلعنا نتظاهر مظاهرات سلمية، كل اللي نملكه علم العراقي والمكاني جاي ننظف، نسند اخواننا المتظاهرين، ندعمهم معنويا وماديا، نسندهم للتحرير، ننظف مدينتنا، وان شاء الله بهذا تجمعنا وهذا وعينا مع الشباب ان شاء الله راح نتخلص من الفاسدين. وبحسب ناشطين فإن تلك المبادرات لم تخلقها الاحتجاجات، بل هي ثقافة تأسست لدى الشباب العراقي كرد طبيعي على أزمة الخدمات والتي أدت إلى تراكم النفايات في كل مكان، والتي عجزت مجالس المحافظات عن إيجاد حلول ناجعة لها.